يصعب علي يا ما تتباع. حازي يا جعر من ناكلوه، عارفين اللي مش هيدفع القداوي يا بلد فراخ راح عند فريش وبيدي. طب مش دافع، تعالى الواد يا صدري انجر وادفع القداوي وتتفرج على العفريت. لا ما عايزش اتفرج على العفريت. والله يطلع لك ريش يا ابن فريخي. طب ايه رايك باقي ان الغوله هتبوسك من حانك فرنشي كيس؟ لا الحاجات دي عيب وحرام. بس يا واد يا صميضه كفايه فرج على الافلام. اسمعوا يا بلد، اوامر منظور بيه ان كل البلد لازم تتفرج على العفاريت غصب عنيها، واللي مش هيتفرج على العفاريت هنرميه للوطويات وهتتسمي بهايمه. وهتتحرق ارضه. ايوه وهيتحلق شنبه. ويبقى كيف النسويين. سامع يا صميده؟ لا مش سامع. بس يا واد وخدوا من الخبر ده. ما بلاش الخبر ده. بس يا عطيه اللي توا من هنا ورايح هتبقى جطاج طاجين. ايه الجبروت ده؟ ايه ده؟ وسع يا ويل بندور به وصل. حلو هاد يا ابراهيم الولع. خبريه مالكم عاملين زيت وزنبليته ليه على الفاضي؟ في ايه؟ قلنا لهم اللي توا زادت الطاقين هاجوا ماجوا. هاجوا ماجوا وانتوا واقفين وهم هاجوا ماجوا؟ طب معلش احنا متاسفين يا جماعه اللي قالوا الراجل اللي بيقول هاجوا ماجوا ده الطاق مش طاقين، عشان خاطركم الطاق 40 طاق. ليه ونجيب منين يا مندور بيه؟ ده احنا غلابه ما حلتناش اللضا. ان شاء الله عندكم ما جبتم ولا شفتوا العيش او تموتوا. أنا ما بكرهش إلا اللي زيك الغلابة اللي يقولوا إحنا غلابة دول. أنا مالي ده جزاتي اللي مخليكم عايشين في أرضي وأرض أبويا وجدي، ومش كده وبس عامل لكم ملاهي وبتتفشخروا في البلاد اللي حدانا. عندنا ملاهي هلم كل مليم دفعته يا بلد. قلت يا صميد؟ لا أنت بتبرق لي يا صميدة. أيوه يا صميدة بيبرق لي. طب يا صميدة انا هخليهم يفرجوك على حاجه عمرك لا انت ولا اهلك شفتوها. على ايه؟ هتشوف دلوقتي. فرجوه. ايه يا سميده انبسط؟ قول لناسك واهلك شفت ايه جوا يا سميده. ما قدرش يا تقول شفت ايه جوا. ما قدرش حب يقعد على يدي زي ما قلت. اسمعوا اي واحد فيكم ممكن يدخل المكان ده مكان سميدة وهيشوف اللي عمره ما شافه. كملوا عليه ادخل سميدة. حرام كفاية حرام كفاية مين فيكم مش هيدفع القداوة؟ باقي 200 غور ياد وربنا لغور. ومن فيكم يا اهل البلد مش ناوي يدفع القداوة؟ انا مش هدفع القداوة. يا ساتر يا رب ايه الاحجام دي؟ انت من فين يا بلدينا؟ شكلك غريب على البلد، لان مفيش مخلوق في البلد دي يقدر يوقف يقول لك الكلمه دي. انت منين؟ انا من مطاريد الجبل واخر مطرود في الجبل فيهم، ونازل عشان اشوف الغوله والعفاريت. ده انت هتشوف الغولة وام الغولة كمان وببلاش. احنا عنينا رجالة الجبل والجايين من الجبل. تعال يا حلو تعال هتشوف الغولة. اقف هنا. اقف هنا؟ اقف هنا انا فرجيك الغولة. لا انا اشوف. اقف عايز تشوف الغولة؟ ها انا فرجيك الغولة. ورهاني اهدي. حلو الغولة؟ اهدي خلاص يا خدور بيه حاج علي. لا استنى لسه فيها حتي. انا ابن عزادي امي عايزه ادي. وتوقف تقول لي قدام الناس مش هدفع القداوه؟ انت مش تدفع حاجه خالص. خلاص اخر حاجه تدفعها. يا نهار اسود كفايه. انا من رجالتك يا مندور بيه. افتح مني فاضل اربعه نخلصهم وخلاص. يا كتير. كفايه الخنجر هيضرب في كرشي. مين البيت دي؟ بنت الحاج ابراهيم الحلاق. كبرت وحلوت
نجيبها لك. ملكوش صالح، شوف الولية كانت عفين، خليها تجيبها على المضيفة، خليها تقلعها الأسود ده وتظبطها وتحط لها مكياج يا راحت فيه. والله ونولت اللي ببالك يا منظور يا ابو الدهب، وعملت ملاهي الشيطان ونفذت وصية ابوك. الله يرحمك ابوي ويحسن اليك، انت اللي زرعت في قلبي الشر والقسوة ولغيت من حياتي حاجة اسمها شفقة ولا رحمة. مش هنسى ابوي، اول ما وعيت على الدنيا شفتك وانت بتقتل امي وامي بتقتلك، ودخلت عمتي قتلتكم انتوا الاثنين، ودخل جدي خلص عليكم كلكم، رضعت منكم الشر. ربنا يبارك فيكم وفي سيرتكم العطرة. اول مرة قتلت فيها كان عندي 12 سنة، واول مرة اغتصبت فيها كان عندي 12 سنة، واول يوم حركت في غطان للغلابة كان عندي 12 سنة. بس كان نفسي ربنا يكملها بمترين ثلاثة طول عشان الهبة تكمل، لكن بعون الله أنا عوضها بالرعب للخلايق اللي بيقولوا عليهم غلابة، دول عايزين الحرق. يا رب يا رب زودني شر وقوة. خش يا كتعة. يا ساتر. العوافية منظور بيه، جبت لك ست البنات. جر يا بيت، جرب يا بيت على سيدك يا بيت. تأمرني بحاجة تانية يا منظور بيه؟ استني أقولي يا رغاية، انت جاية جاهزة أحمر وملعلط. لف يا بيت، بس يا بيت دوختيني. وقفوها وقفوها. وقف يا بيت، وقفي. ايه قولي لي يا ولية، ضفايرها دي ضفاير ولا اكستنشن؟ لا ضفاير يا منظور بيه. كله هيبان، ما احنا ما هنلعب مع بعض، هنشد بعض، هيبان. لعبي حواجبك يا بيت. بس خلاص خلاص، مجنونه باين عليها ولا هبله. حواجبها دي بتاعت ربنا ولا تاتو؟ لا بتاعت ربنا. هنشوف، احنا برضه ما نغازل بعض، انت خبره شغلانتك. هنلعب حواجب بعضينا وهنفهم. ماشي، لم يا وليه تجلبيه، لم يا بيت. والجسم ده خساسان ولا شافطه؟ لا طبيعي يا منظور بيه. حلو، والجوره دي مفروده من عند ربنا ولا ضربه بوتوكس؟ لا 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 لا، مفروده من عند ربنا. افتكري افتكري كل كلمه قلتها لي. حاضر. عشان لو كدبت في كلمه انت خابره ايه اللي هيحصل. حاضر يا منظور بيه. ادي الوليه دي 50 قرش. 50 قرش؟ 50 قرش اعمل بيهم ايه يا منظور بيه؟ حرام عليك يا مفتري يا ظالم، طلبت مني صبيه حلوه، جبت لك ورده مفتحه ولابسه احمر زي ما انت قلت. حرام عليك حرام عليك يا مفتري، اعمل ايه ب 50 قرش؟ مفيش حاجه يا منظور بيه. خدوها، قطعوا لها رقبتها. لا يا منظور بيه. وطلعوا اللسان وقطعوه عشان الغولة بتحب اللسان. حرام عليك. يلا أمري. قطعوا دراعاتها. ده الظالم قال. تعالي يا بت، تعالي يا بت. رمي كله قدام عينك من الاول عشان تبقي شايفه وخابره وعارفه انت هتعاشري مين. ها افهمي عشان ما تضيعيش، انت لسه شباب. القهوه اقول عليها زياده، تيجي مظبوط رقبتك هتطير، فاهمه ولا لا؟ كلمه تخرج من الدار دي سمعتيها انت فاهمه، هقطعها قطيع. ما عنديش يعني ما ما ت... ها ايوه ايوه. ودخلت وقعدتي من غير ما تبوسي يد سيدك، هعدي لك الغلطه دي. بوسي. كفايه كفايه كفايه، إيه انت جعانه ولا ايه؟ بوسي. خلاص كفايه كف... خلاص خلاص خلصنا خلصنا. عايز اقول لك على حاجه، الرعب اللي انا مسببه للبلد دهون، والشر اللي انا بسه فيه، كل ده كوم ده منظور تاني، لكن منظور بيه مع الستات حاجة تانية خالص. تلاقيني هايف، أحب الدلعانة وأحب الحريم. إيه بنت الحلاوة دي؟ ما شاء الله، إيه دي؟ ودني كبيرة حبتين. ده حلق يا منظور بيه. أيوه 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 أيوه، ربنا يزيد. بت يلا يا بت، كبسي ظهري يا بت،
كبسي يخرب بيتك، مال يدك ثقيله ليه؟ مش يد ست، ديد يد راجل، مالك؟ ما انت يدك حلوه زي الفل اهو. ازيك يا بنت يا صبري؟ مالك يا بنت في ايه؟ في ايه يا بنت؟ هي ما قالتلكش انني ملبوسه؟ مين اللي قالتلي؟ ومين ملبوس مين لابس مين؟ حد انا ما اعرفش حاجه. اديك عرفت. طب اعملي هني دلوك، يعني انت مين؟ ولا انت لابسها ولا هي اللبساك؟ ولا انتوا التنين عايزين تلبسوني؟ انت عايز ايه؟ انت مين؟ اني ثروت. ثروت؟ طب وانت ليه لابس الولية دي يا عم ثروت؟ الحب. حب؟ طيب ربنا يهنيكم ببعض. ده انت حلت يا عم ثروت. انا اطلع برا وانتوا التنين تحبوا بعضيكم انتوا صبرين، وخذ راحتكم، الدار كلها تحت امركم. انت بس لو عزتوا حاجه اوقف وقول يا دي مندور تلاقيني خدام تحت رجليك. بس ابو سيدك فكاد يا عم صاروت، سلام قولا من رب الرحيم. لا بص ليش كده، انا بخاف يعني. شوف انا عامل ملاهي الشيطان وكل حاجه، بس انا بخاف. اعمل ايه؟ اعمل ايه يا عم صاروت؟ تعال هنا. ولا هنا ولا مش هاجي يا صاروت. تعال هنا. حياتي انا مين؟ انا جاي يا صاروت. تعال هنا. انت يا زفتها سوي أوامرك يا مندور بيه. عملتوا إيه في الولية اللي جابت البلوة دي؟ قتلناه. حلو حلو حلو، الحمد لله. ليه يا مندور بيه؟ ده هي اللي جابت لك ست الحسن والجمال. حياة النبي، طب سلم على ست الحسن والجمال. إزيك يا ست الحسن والجمال؟ أهلا أهلا. شوف ما طلعتش ست الحسن. قول لها أنت مين؟ قول لها أنت مين؟ أنت مين؟ أنا ثروت. يلا خد يا الزريبة، ما فينا تسيبها لوحدك. امشي امشي، خد هترتاح يا عم ثروت. الزريبة كل زي ما اتفقنا، زي ما اتفقنا. امشي امشي. خد لا خدها انت، خدها انت. امشي امشي، روح يا عم ثروت، روح روح. اسود ده الا للسودة دي، ده الظاهر من كتر الناس اللي قتلناهم هيطلع على دماغي. استر يا رب. سلم قوله من رب رحيم. مين؟ أنا ثروت يا مندور. أنت لسه ماشي ثروت ولا اللي مشي ديت البيت؟ أنا ما بقتش فاهم حاجة. عايز مني إيه؟ أنا موجود معاك يا عم نمرة السرايا. عايز مني إيه؟ أنا حبيتك. والمطلوب؟ أقعد معاك وأسيبها. خلاص تقعد معاي، وانا زي ما انت شايف يعني ربنا فتح عليا وعامل ملاهي للشيطان. انت اللي هتمسكها ومرتبها تشوف، بس الحمايه الاول. بجد هتحميني؟ احميك. ربنا يبارك فيك يا عم صاروت، واهم حاجه ما تطلعليش وانا لوحدي بعد كده، نتقابل في الملاهي. اتفقنا؟ اتفقنا. بالسلامه انت، بالسلامه. استبيني استبيني. الحمد لله الحمد لله. يا سعاده البيت بتكلم راجل شرير مولود في الشر. ايوه كل البلد مرعوبه، كله خايف، ومفيش حديد في البلد غير على الغول الغول الغول. ايوه مندوره بالذهب مسيطر. سلام، بتكلم مين يا مندور بيه؟ لا ده النمره غلط. اهلا وسهلا بالرداله، خير داخلين مبرقين كده يعني، مالكم؟ عايزين نقول لجنابك على حاجه. تقول يا عوض. قول انت يا عطيه. عايزين نقول لجنابك على حاجة. ما تقول يا عطيه. قول انت يا عسوي. عايزين نقول لجنابك على حاجة. ما تقول يا زفت الطين. في ايه؟ إيراد كل مادة في النازل. إيراد ايه؟ هو احنا لسه جمعنا المحصول؟ انت فين والقصف فين؟ إيراد الملاهي. اسم الله على جنابك. اسم الله عليك انت يا اخوي. ملاهي ايه؟ ملاهي الشيطان. الإيراد ماله؟ في النازل. ملاهي ايه؟ الشيطان. الشيطان؟ الإيراد نازل بتاع ملاهي الشيطان؟ ليه؟ شايفني قاعد انا بعمل محشي مع النسوان في البيت ولا ايه؟ امال الطوبير اللي انا شايفها ليل ونهار ديت بيلعبوا المراجيح اللي بيتفرجوا على العفاريت؟ لا بيتفرجوا على العفاريت. حلو، اديك قلت بعظمه لسانك. اللي بيتفرج على العفاريت مش بيقطع تذاكر؟ ايوه. اي امال انت جاي تقول لي ليه الايراد بيقل؟ يبقى انت زي ابوك، وابوك كان ايه؟ حرامي. ايوه انا نسيتك، انت ابن زكي. انت ابن زكي يا ابن الحراميه. وانا بكهربك؟ ده انا بديك باليدات. عايز تسرقني؟ فين يا ياد؟ اتعادل وقول لي مين اللي بيقول لي يا ولد النصابين؟ الإيراد. الإيراد بتتكلم؟ يا صدقوا عطيه بيقول الحق يا مندور. مندور؟ انت نسيت مندور بيه ونسيت نفسك ولا ايه؟ انا نسيت نفسي. انت نسيت نفسك؟ ايوه. انت شك معاه يا مندور بيه، ما تظنش فينا السوق. امال اظن؟ يبقى انت معاهم. تعال عشان انت تخين هاخد معاك وقت. لا انا مندوره بالذهب، اقطع الثلاث روز دول.
فاهمين ولا مش فاهمين؟ سامحنا مندور بيه. قال لي الحقيقة الناس عايزة ايه؟ يا مندور بيه. ايه؟ الناس ما بقتش تخاف من العفارية. عايزين يشوفوا الغولة. ما تنفيها. ايه هاد الأداء الأوفر دي؟ يشوفوا الغولة؟ ما تنفيها. زاد نفسيه هتلهم غولة. غولة ايه يا مندور بيه؟ ما احنا دفنينه سوا. ايوه صحيح، ده احنا ما عندناش غولة زاد نفسيه. طب هنعمل ايه؟ بس جات الفكرة، احنا عايزين غولة غولة صح؟ ايوه. يبقى نعمل كاستنج. ايه الاشكال اللي بتجيبوها دي؟ افرد يديكي وعالبيت. يلا خاف مني واخرج على طول. السلامة. هنعمل ايه؟ استنى جات الفكرة. عارفين مين تبقى الغولة؟ مين؟ هات البت صابرين الملبوسة دي. يا سلامة منظور بيه، لو ملاه الشيطان دي ترجع زي زمان. هترجع وشرفك لترجع عطية واقوى من زمان، وهتلاقي الطوابير لحد آخر البلد، وهنكسب والفلوس هتلعب معانا تاني. الناس عايزة ايه؟ عايزة الغولة، عملنا لهم غولة. مش زبطتوا صابرين؟ خلاص انتهينا، ما تخافش. بس انتوا خل بالكم من شغل، ما تقفوش مبرقين كده بس والناس تدخل من وراكم. ها اصحوا. عارفين يا بقرة انت وهو لما الفلوس تلعب معانا تاني هعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هجيب ميني كوبر. طول عمرك طموح يا منظور بيه. لا ونزيه. واللي في يدك مش ليه. واللي ليه مش ليه. يعني ايه الجملة؟ يعني ايه اللي ليه؟ هو اي كلام؟ هو اي كلام؟ شوفوا الزفت اللي بتجهزوها بقالكم يومين. يا عيسوي. اهو عيسوي جاء. وش يا ملبوسي؟ يلا اهي جهزت يا منظور بيه وبقيت مية مية. صبرين صبرين. يا بت قوم يا عقل انت. اقعد يا بت اقعد. التذاكر جاهزة؟ جاهزة. مش عايز دلع في الملاهي ها؟ ايه؟ ايه بتزم في وشي ليه؟ لا دي مش صبرين، مش صبرين، دي غولة بجد. ضحك عليكم حد جاب لكم غولة بجد. عطيه. لا رخان. لا عطيه. لا تعال خايف. عطي. لا منظور بيه، منظور بيه. اللي عملناه في الخلق هيطلع علينا، اللي عملناه في الناس طلع علينا. بص ما جرب بتزوم ازاي. شكلي اتشليت. ايه يا منظور بيه؟ اتشليت. العصايه وقعت. ما توقع العصايه. بقول لك اتشليت. بقول لي عصايه. انا خايف. الناس روحوني من تفيتك يا منظور بيه. لا ده مش بيتي، مش دخله تاني. وانت براحتك برطع براحتك فيه. يعني انتوا مستنين اما انزف من الخوف قدامكم. شلوني حمل يا ولد. شلوني حمل. شلوني شلوني. اجري يا ولد اجري يا ولد. يا ساتر يا رب. ايه الحر ده؟ الموجه دي مش تنتهي ابدا. يا شباب يا حلوين، شوفوا كده فتشوا في اليوم. ما فاضلش غير البوكسرات تلعبوا عليها. يا كريم، يعني انت مش ناوي تستجدع معانا وترجع لنا حاجه من اللي احنا خسرناها؟ لا مش ناوي استرجع ولا ارجع حاجه. بقالك بتلعب معايا كام سنه؟ 65 سنه دلوقتي. عمري رجعت لكم جنيه؟ مش همشي الا لما ارجع اللي خسرته. لا جدع، ده كريار. وريني هتاخد فلوس ازاي. ايه بقى كريم يا جدع؟ ده احنا اصحاب يا جدع وعشره عمر يا جدع. الله، ده احنا نقر يا جدع. ده احنا حوار اسطنبول تشهد عملناها جدع. ايه ده؟ ايه ده؟ 40 جدع في الموضوع. ايه يا جدع يا جدع يا جدع؟ ايه انت بتنقط يا عم انت؟ ولا حوار اسطنبول ولا بتاع كل ده كذب. انا مختلف عنكم تماما.
يا جماعة بص على الشعر، حد عنده الشعر ده بتاع كريم؟ بتاع كريم ها؟ حد عنده البنات اللي بتتهافت عن... يا جماعة ركزوا ان انتوا قاعدين مع كريم، عيب. احنا خسرنا لكن الخسارة مش عيب. لكن يا ترى انت فكرت لحظة واحدة بس، هنعمل ايه بعد ما نبطل لعب القمار؟ انت واخد الموضوع بمأساوية ليه كده؟ تصدق مفيش حاجة نعملها؟ ايه ده؟ مفيش أي حاجة حرام نعملها تاني؟ حتى المشروب خلص خلص، خمرة وشربنا وقمار ولعبنا، عايزين نعمل حاجة شمال كده. بقول لكم ايه؟ نعم. احنا كدبنا على بعض النهارده؟ الصبح. صح الصبح. طب جبنا في سيرة الناس بالنميمة؟ بعد الظهر. ايه الساعة اللي قاعدة معانا؟ انت مأرخ كل حياتنا. اي بس عرفت الموضوع. ما تحرشتوش بأي واحدة النهارده؟ لا لسه. بس هو ده اللي فاقر الموضوع، هو ده. يلا شوفوا بقى بنت اي بنت رايحة جاية كده وتحرشوا بيها وانا اظبط لكم الموضوع. طب يلا. ايه مش تيجي معانا ولا ايه؟ انا هراقبكم واظبط لكم الدنيا. يلا. يلا خلي بالك بس الشمس عشان الدنيا نار بره. يلا على مقلوبكم. الله. بس احنا هنخرج ازاي في المطرة دي؟ يا جماعة مطر ايه ده؟ وانت احنا اللي عاملينه. ايوه يا كريم بس ده في رعد وفي برق. ايوه لما نعمل مطر لازم نعمل رعد وبرق عشان يبقى 100 100. طب والزفلات ده يعني نعمل فيها ايه؟ ما تعقدهاش بقى. بقول لك ايه؟ لو قابلته بنت حلوة اوعى انت تتعامل معاها، شكلك تاجر بصل ما تفضحناش. يعني المطرة دي مش بتبل؟ لا بتبل يا اخويا. يلا بقى. يلا. 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 لغوني على طول. قشطة. سلامة. يلا لو لقيتوا بنت حلوه كلموها عن شعري ها؟ قولوا لها تعالوا شوفي شعر كريم. قشطه. ياه خلاص يا بابا هانت. قول لها اسبوعين وابني لك الكوخ بتاعك في الاحراش والادغال. امتى بقى يا طيفة امتى؟ خلاص انا مش قادره استنى. هانت يا بابا الا بالحق. انت بتحب الاحراش ولا الادغال؟ اشمعنى يعني يا طيفة؟ الاحراش خضرة اما الادغال صفرة. بموت فيك عشان انت فهيم يا حياتي. قلنا كيه الوقت خد، خلينا نمشي خلاص، الساعة داخلة على 3 بالليل. بطة انت حبيبتي خطيبتي، انا من حقي ان انا اسهر معاك واسافر كمان معاك. تسافر معايا يا طيفة؟ هو انت حالتك تاكل يا اخويا؟ بقولك ايه، خلينا نمشي احسن، انت عارف اهل الحارة عاملين ازاي. البت مننا لما تتأخر بعد الساعة 1 بتتلط. ده تخلف ورجعية. نعمل ايه بس يا طيفة نعمل ايه؟ هما كده اتركوا بيموتوا في الكلام والمسلسلات. بطل عشان خاطري عايزك تقعدي معايا شويه حتى نسقوكي عناك. طب ممكن المره الجايه؟ على رايك. يلا بينا نرجع. يلا بينا. ايه ده ايه ده ايه ده؟ شايفين الصاروخ ده يا جدعان؟ اوبا اوبا اوبا، مين البنت الجامده دي يا كبير؟ انت مش عارفها؟ دي البنت فاطمه جول. فاكر عم جول كان بيبيع ترمس على الكورنيش زمان؟ دي كبرت وحلوت قوي يا ده كريم. ايوه بس عيب يا جدعان، دي بنت قريتنا، عيب، ما ينفعش يحصل كده. ابوها راجل كنا نعرفه. بصراحه انا مش موافق، بس هي حلوه، هي جامده بصراحه. يعني ايه يا كيمو؟ مش هنتحرش النهارده ولا ايه؟ لا انتوا براحتكم، انا مش معاكم بصراحه، بس كده كده هي جامده صاروخ. ايه رايك؟ حلو. ايه المنظر ده؟ رايح تتطاهر ولا رايح تتحرش؟ ما تخليك محترم، شكلك وحش قوي. مش انت قلت لي نتحرش؟ حرش يوم اتنيل ايه؟ البس حاجه يا جماعه. انا مش موافق بصراحه رغم جمالها. لازم نتحرش يا كيمو، دي ضحكت يعني بنت شمال. هي اي واحده تضحك تبقى شمال يا جدعان؟ عيب عقله. ايه الجمال ده؟ ايه الجمال ده؟ بصراحه انا مش قادر، انا دايس. مين معايا؟ انا معاك. لا انا ماليش دعوه. اتفضلوا اتفضلوا، تعالى تعالى تعالى. انت بيعتين شوكي رايح يتحرش. بنت بطة، ايه الحلاوة دي يا بنت بطة؟ طيفة انت عارف انا بحبك قوي وعايز افضل معاك ليه صح؟ عارف يا بطة، عشان انا بكر ملك. خلي اي متحرش من دول يتحرش بك ولا الهاتشو بسنني. بقولك يا دكر، انا هجيبها لك من الاخر عشان انت الرجولة اكلاك شكلك. الشباب الحلو ده جاي يتحرش بخطيبتك، في مانع؟ لا يا فندم مفيش اي مانع. في اي اعتراض في دماغك؟ لا يا فندم مفيش اي اعتراض ولا مانع. ده معلش عشان القعدة عائلية بس، فشوية نفس بقى. تسمح لي امشي؟ انا لسه بطلب منك كده. شكرا يا فندم. الله يخليك. مع السلامة. مصطفى اشكرك، انت متعاون. ما تشكرنيش انا، اشكر بطل. بالحق
معلش يا فندم. يا ريت حضرتك تديها الدبلة بتاعتها، انا معايا واحده ثانيه. انت ابن حلال. شكرا يا فندم. والله ابوك رباك. طلب اخير بعد خطرت معايا لا عايز تتحرش خلصت. معلش يا فندم. ايه خلي بالكم منها. لا دي فين هي؟ اول ما خلصت تحرش هجيب لك لحد البيت انا اوصلها. على السلامه درش. شكرا يا فندم. مالك قابل شاب ابن حلال قوي 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 قوي. ايه الحلاوه دي؟ يلا بينا. دي بنت قريتنا ما ينفعش. يلا بينا بقى. ما ينفعش ما ينفعش يا جدعان ما ينفعش. يا كيم يا زينب ايه ده؟ ايه التخلف اللي الشباب بقوا فيه ده؟ ايه ده التحرش بقى؟ عيني عينك كده مش عارفه مالهم ايه اللي جرى لهم اليومين دول. ها مصطفى ساب لي دي، انتوا كنتوا جايبينها بكام؟ يعني جبناها بحوالي 200 جنيه. حلو 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 حلو. بس يا واد بس يا واد الكلو كلو وجعنا يا يخرب بيتك. ولا سيب لي الابهام يالا. يا ابني يا ابني الله يخرب بالراحه بالراحه يخرب بيتك يا علاف يا ابن العلاف. ايه ده؟ المهم يعني انتوا بتيجوا هنا كتير؟ كتير. كل ما نشوف واحد حلو زي حالاتك كده انت عارفه اصحابي شباب وبتاع وعايز انا ماليش دعوه. السلام على الصح. بس انت حلوه بصراحه. ربنا يخليك. انا محمد دلوقتي. يخرب بيتك الاكله دول لسه عاملاه من نص ساعه. يا الخمسه يا جدعان دي بنت قريتنا بنت قريتنا ما يصحش. بس هنعمل ايه بقى عيال؟ يتحرشوا اي حاجه تفرح الاولاد. بالظبط كده. انت تايهه عنا فين؟ عنا فين؟ ايه سحرك ده منين؟ ده منين؟ الواد كان الابهام. انا كفتاه مغتصبه مستحيل اقبل بالوضع ده. لازم انتقم، لازم اخد حقي. لا يا بطل اوعي تخلي الشر يتسلل جوه روحي. لا وبعدين انت خلاص اغتصبوكي في حلقه وخلصت. دوروا الباقي عليا انا، فاضل لي 120 حلقه الله اعلم هيحصل فيا ايه. وانا ناوي اتجوزك وانسى الموضوع ده خلاص. ايه الاسلوب ده؟ انا كفتاه مغتصبه مستحيل اقبل بالوضع ده. لازم انتقم منكم كلكم. بنتي خلاص ما تزهقناش بقى، الناس تجيبي طبله وطار وانا فتاه مغتصبه، عرفنا ان انت مغتصبه، انسي الموضوع وانا موافق اتجوزك على الابيض من اول وجديد. ابتمك ابتمك اشتنتني ملومك تاني انا ترتمي انا ملرم بشكوبك ابتمك ابتمك اشتنتني ملومك اشتني انا ترتمي انا ملرم شبابك. صلى على النبي يا بطه. ايه اللي جرالك؟ اوعي تفقدي عقلك. هتبقى مغتصبه وهبله؟ لا اهدي اهدي. انا الراجل اللي هتجوزك موافق ان انسي الموضوع ده، هنتجوز على الابيض على جديد يا بطه خلاص. يخرب بيتك بهدلتيلي صدري من زغد زغد ومشوراني. يا ربنا ما انا متكلم معاك. يلا غوري في داهيه يا رب يغتصبوك تاني. ده ايه القرف ده؟ حلاوتك يا كبير. اتفضلي يا عروسه. ايه ده؟ مين دول؟ صحابي. مين؟ صحابي. اللي مين؟ لا دول العيال اغتصبوني. يا شيخه بقاش قلبك اسود بقى، دي عيال طيبه وغلابه قوي، المجتمع هو اللي ظلمهم. من النهارده دول اخواتك. انت غشاش وقوانتجي ولازم تموت. وانت كمان دمك بارد. يعني ايه هربت منكم؟ شتركوا اختفوها واغتصبوها. ذات هو تبدا من وانا واقف. انت اتجننت؟ اعمل لنا كده يا سبت. حلاوتك يا كبير. منور ابو فايزه. خش على السنيوره العب. اكيد دي السنيوره. وريني يا اخويا. خلصين بالقديم. ايه ده ايه ده مالك؟ انا حاسه ان انا هيغمى عليا. لا 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 مش وقت، الناس قاعده. عيب. ادخل انت يا كبير، انت في الامان اطمن. وانتوا ايه النظام؟ احنا قاعدين قاعدين قاعدين. لا مفيش قاعدين. تعالى عند خالتك اطلع بره تهوى. يلا بكلسونك ده. يلا يلا خفيف التهوى. سيب الكوتشينه دي وغرف ده. يلا. عموما يا كبير الدنيا لقى وتلاقي. لقى وتلاقي. يلا اطلع بره مش عايز اشوفكوا تاني. وانت اللي في العين السخنه. يلا بره. ايوه جميل. بره. اقذر الناس عرفتها في حياتي. بره يا زباله. فعلا زباله. تعالي يا حلوه. يا وسخ يا ولاد الادب. مبروك عليك مبروك عليك شقتك. اقعدي اقعدي. ميرسي يا بيبي فصلوني. متخليش حد يعصبك بقى، دي ليلتنا. تعالي. ايوه كده اتغندري اتغندري. ما شاء الله ما شاء الله. النصيب ده. اهلا اهلا. تصدق يا بيبي قفلوني؟ لا لا ما حدش يقفلك. احنا هنولع الشموع دلوقتي وهنعمل النسكافيه وننبسط اخر انبساط. حلو قوي حلو قوي. انا بحب الانطلاق ده. حلو قوي ده. ميرسي يا بيبي. عايزه تقولي حاجه يا بنت؟ ها عايزه فلوس؟ لا ده بعد الدخله على طول هطلبها. اوكي اموري. انا بس يعني مكسوفه شويه. لا اتفضلي. خير قلقتيني. يعني انا كفتاه مغتصبه
كنت حابه اقول لك ان ان شاء الله الموضوع ده مش هيأثر علينا خالص. ثانيه واحده انا باذن الله حل... ثانيه واحده ليه انا خليني اكمل بس لا كمان. في جمله توقف كل اللي جاي. انت كفتاه ايه؟ مغتصبه. مغتصبه؟ طب انا من حقي اعرف قبل الجواز، ما قلتليش ليه؟ لا لا الجوازه دي خلاص فيك، الجوازه دي باظت. يعني ايه كريم؟ اللي يعني ايه؟ حصل امتى الاغتصاب ده؟ انا جاي يومين من دبي قلت اتجوزك وامشي. نعم. قالوا لي بنت الناس طيبين. انت بتقول ايه اللي انت بتقوله ده؟ مش كنت معايا بتتفرج عليا وانا بغتصب؟ انا كنت معاك وانت بتخطئ. امتى الكلام ده كريم؟ ايه الصبع؟ صبع؟ وانت مريضه ولا ايه كريم؟ الاكلادور. اكلادور ايه؟ انا مش فاهم حاجه. الكاني يا كريم. كاني انت؟ ايه الهوس اللي انت فيه ده؟ لا ده انا اتغشيت فيكي. الكلسون يا كريم. كلسون؟ الراجل اللي كان قاعد هنا بكلسون انا بشوفه في كل حته بس ما اعرفش بيعمل ايه بصراحه. لا بقى يا كريم ما تهزرش. ولاد عشان يخش اشورت شعرك وما لسه هتعملي بقى الحبتين دول؟ لا اذا كان على شعري انا مش هشوره من زمان، مش اول مره اشوره لك، فاهدي كده وشكلك فيه بقى شامم ريحه الجنان. ريحه الجنان؟ لا يا حبيبي الكلام ده عند ام لطفي اللي بتقيد وتطفي مش عند انا. عند ام لطفي اللي بتقيد وتطفي يعني مقعدك في الديكور ده كله وعامل لك الهاله دي وتقول ام لطفي وبتقيد وتطفي؟ لا 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 سوري، حتى لو مش تم اغتصابك انا مش هيشرفني. يا سلام يا سلام يا اوعى يا اخويا يا اخويا، فاكر نفسك هتهرب من الدخله ولا هتهرب من الدخله؟ هتدخل يعني هتدخل. ايه الجراء اللي جاي لك دي؟ ده انت لسه قايله ان انت مغتصبه. ايه ده البجاحه؟ يعني ايه مغتصبه؟ انا اول الاخر واحده مغتصب ولا ايه؟ يعني هي حاجه شريفه قوي ما تتلم يا ولية. شريفه ونص ما تتلم انت كمان. لا اوعى كده واصحى. لا هصحى هصحى، وبدليل ان انا سايب لك البيت وماشي. لا يا حلوه هتسيبني وتروح فين؟ تعالى هنزل اقعد عليها مع اصحابي. لا يلا يا ولية مجنونه. يلا يا مجنونة. جفنه علم الغدر. سعيدة يا خواجة خريستو. يا آخر يا آخر سيب خابة كلميرة سيب خابة كلميرة. إزاي ابنك الكبير يني؟ بخير الحمد لله. بخير. وابنك الصغير يني؟ بخير الحمد لله. وبنتك الأمورة يني؟ بخير الحمد لله. أنا بدي منك وقة توم وتزيدني عليهم لو تكرمت نص وقة توم. إلهي الاثنين فادر جيم كامل. ممنونك 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 فادر جيم كامل. مساء الخير. لو تكرمت لو جالك توم شيعلي حد عند البيت. تحت أمرك سيب خاف. مساء الخير كلميرة. مساء الخير سي محمد. سعيدة يا فتحية. سعيد مبارك يا سي محمد. اتفضلي يا فتحية، من مجهودي الشخصي وكدي وشقايا جبتلك كل طلباتك. البت لأكون نسيت حاجة، استرها يا رب. من جهة نسيت فانت نسيت يا سي محمد، نسيت قبولاتك ليا. أنا ما نسيتش قبولاتي يا فتحية، أنا بدي أقولك إني واخد على خاطر منك حبتين تلاتة. يا ندمتي؟ ازاي كده يا سي محمد؟ ده أنا أعشقك. إيه؟ ده أنا أعشقك. إيه؟ ده أنا أعشقك. انزاحي شوية يا فتحية. آه يا عفريتة، آه يا محتالة، آه يا بتاعة جوز ولا فرد، بتضايقيني؟ وترجعي تستغلي مرؤتي وشفقتي وطبتي لدرجة إني بفكر أصفح عنك. صدقني يا سي محمد، غيابك عني في العمل بيزود من شكوتي وشجوني، وبسهر طول الليلة ناجي القمر في غيابك. بس ده مش معناه يا فتحية إنك هو ده سبب مضايقتي. نسيتي تصحي في الصباح تلمعي لي طربوشي لاجل منزل شغلي مرتاح. هو ده اللي اتعلمتيه في بيت والدك؟ طربوشك؟ طربوشك على راسي يا راجل. سامحني يا سي محمد سامحني. زيدي في البكا والاسى لاجل اصفح عنك. اصفح عني يا سي محمد. اصفح عني سامحني. عايزك تفهمي كمان يا فتحية،
إن بكد وبكدح في الشغل وساعات كتير بتعور، لكن لما نحوش التلاتة جنيه واجيب لك الراديو الترانزستور اللي يونسك في وحدتك. يا حبيبي يا سي محمد. يا ما نفسي يا فتحية إبليس يبعد عن عشنا شارعين تلاتة ونعيش في هدوء ومحبة، لا نكلم حد ولا نكلم حد، ونعيش في حبنا الهادي طول العمر. يا رب يا سي محمد. بتبكي ولا بدك ترجع يا فتحية؟ محبش أشوفك كده، عايزك شجاعة تتعودي على قسوة الأيام. مفيش ورد من غير قصرية ورد بالطين تشيله، والدنيا على كده وكده، واللي يدوق القسوة يحس بلذة النعيم. ربنا يخليك ليا يا سي محمد. فتحية أنا أحبك. إيه؟ أنا أحبك. إيه؟ أنا أحبك. بص كده. ممدوح حبيبي. ازيك يا نادية؟ ازيك يا ممدوح؟ مالك يا ممدوح؟ متضايقة من حاجة؟ أيوه أنت اللي مضايقاني بصراحة يا نادية. أنا ممدوح؟ ليه؟ في إيه؟ 100 مرة قلت لك يا نادية أنا جوزك ولازم تسمعي كلامي، صح ولا لأ؟ ما أنا بسمع كلامك يا ممدوح، أنت بس قول لي عايز مني إيه وأنا أعملهولك. قلت لك كم مرة يا نادية ما تلبسيش بنطلون؟ وماله البنطلون يا ممدوح؟ مش عاجبك في إيه؟ مش مسألة مش عاجبني، بس بصي حواليكي، إحنا بقينا في السبعينات يا نادية، سبعينات. شوفي مامتك، شوفي اصحابك، شوفي جدتك، كله بيلبس قصير، ولا انت مش واثقه من رجليك يا ناديه؟ لا يا حبيبي، انا بس خايفه لا تكون بتغير عليا. غير ايه يا بنتي؟ ايه الكلام القديم ده يا بنتي؟ احنا في السبعينات، فاهمه يعني ايه في السبعينات يا ناديه؟ مش معقول، لازم تتطوري، مش معنى ان انا علمتك تشربي بيره وسجاري بهو ده كل اللي انا عاوزه منك، في حاجات لسه يا ناديه، يعني مثلا بصراحه ما تزعليش، شكلك لسه عايشه في اليشمك والملايه اللف بتاعت زمان. او نو. ولا نو ولا مش نو، يعني المزيكا بتسمعي ايه دلوقتي؟ يعني انا راهنك ان انت ما سمعتيش الولد الجديد اسمه هاني شاكر، قمر قمر قمر، واغانيه سكر، جنني جنني. عارفه اغنيته بتقول ايه؟ بتقول كده برضو يا قمر تطوعني على السهر، كده اهو كده اهو. ما انت عارف يا ممدوح يا حبيبي انا ما بسمعش غير اجنبي، البيتلز، الفيس بريسلي. انت هتفتي، ما انا قفشك من يومين بتسمع احمد عدويه. او oh نو no. نو ايه وبتاع ايه؟ بقول لك عيشي السبعينات، انت مش شايفه السوالف قد ايه؟ ده انا بنهج منها وانا قاعد في العربيه، وبعدين عبقريه السبعينات. بصي بصي هوريكي حاجه افهمك. شايفه الجزمه دي؟ دي جزمة تيجي في أي عصر إلا في السبعينات، دي صبخ رصانة، خلي بالك مش جزمة تافهة. عيشي وفرفشي بقى وأنا هفرفشك أكتر. عايزك النهاردة تنيمي الولاد بدري عشان محضر لك مفاجأة عظيمة. بجد يا ممدوح؟ إيه هي المفاجأة الحلوة اللي أنت محضرها لي؟ هنروح نلعب قمار في عوامة واحد صاحبي. أوه نو، مش قادرة يا حبيبي يا ممدوح، أنت مش حارمني من حاجة أبداً. إيه ده يا بس يتقبض علينا في الآخر عشان السسبنس يكمل. الله كده برضو يا قمر تصاحبني عالصهر، كده يا كيكو. ايه ده وليد اللي معاك؟ قشطه، قول له بقى السهر النهارده صباحي، ها ما يقوليش ساعه ويخلع، انا عارفه بياخد الشبشب في البيت. يا ولا يا ولا، الجواز ده عايز رجاله. قولك يا كوكو، انا نازل مع اصحابي في افتتاح كافيه جديد، واحد صاحبنا مبارك له وبتاع ساعه يعني ولا حاجه. تنزل؟ سوري، ناوي تنزل؟ يعني مش ناوي خالص خالص. ايوه قعدت اقول لهم انا نازل نازل، بس قشط فاكس اتحرقوا تحت في الشمس. انزل ايه وبتاع ايه؟ بعدين كريم ده رخم قوي، هو كل الشله انا يعني ان شاء الله هقطعه ان شاء الله، ما تحطيش بالك. لا انزل قال. يا وليد لا سوري يا معلم، مش هنزل، لا 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 ما عنديش مود نزول، هزهق بصراحه، ما احنا لسه خارجين من 4 شهور. لا 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 فاكس بقى يا معلم. اه قشطه،
ما تفوتوش عليا تاني، ها مش ناقص احراج. اوكي يلا. بتعمل ايه؟ نعم؟ بتعمل ايه؟ لا يعني قلت انفخ سيجارة كليفينج يعني. تدخن؟ واحنا بندخن في البيت عادي كده؟ صح صح، سوري انا نسيت. معلش. نسيت الرولز. معلش معلش، انت عارف البني ادم نساي، انت يعني ساعات بتنسي. عادي عادي. كوكو انت كويسه؟ حاسه بحاجه في زورك؟ اشربي حاجه؟ مش عايزه تسافري؟ طب انا سافر. ايه الزفت ده؟ عايزه اتكلم معاك. شغلتك على خير يا حبيبتي؟ في ايه؟ فين قصه العين السخنه؟ نعم؟ قصه العين السخنه فين؟ اهدي بس، ما انا اديتهولك كان في ظرف قد كده اول امبارح. هو ده كان القسط؟ امال ده كان ايه؟ انا عملت بيه شوبينج. اوكي اوكي، مبروك يا روحي مبروك. انا بس مدهوش، اصل انت عارفه انا قاعد من الشغل، لما ربنا يكرم ان شاء الله هكيش لك الشاليه باذن الله. انا مضحيه على فكره، انا ما بعملش بديكير، انا ما بعملش مانيكير، انا ما بعملش شعري، انا حتى قصيته. اضحي ايه اكتر من كده عشان حياتك قاعد من شغلك؟ معلش يا حبيبتي بس ما تنسيش، يعني انت مستعجله ليه على العين السخنه؟ مستعجله ليه؟ علشان يرمين استلم هذه الشاليه بتاعها امبارح وانا راح صيفي مع صحابي، يعني ايه الظلم ده؟ ده انت قلبتي لي كده؟ يعني اتجوزتي كان مستواكي ارقى من كده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه الاسلوب ده؟ اوكي هكيشهولك بعد بكره ان شاء الله. ايوه امتى؟ ما انا قلت بعد بكره اعمل ايه؟ ممكن بقى اكمل فيلم عشان دمه خفيف قوي. لا يلا خش اقعد جوه. اقعد جوه ليه؟ عشان رشا جايه. طب ما انا عايز اتفرج على الفيلم. خش اقعد جوه. انت مالك بقيتي عصبيه ليه كده؟ يلا. ممكن اخد تفاحه؟ لا يلا 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 يلا. يا كريم انت فين يا راجل؟ بقول لك يا كوكو، ما تعرفيش مفتاح الخزنه فين؟ عشان فيها السي في بتاعي، هقدم على شغل بكره ان شاء الله. زربة وعلا خارجين النهارده، ما ينفعش فوت الخروجه دي. حبيبتي المفتاح بتاع الخزنه شفتيه؟ كان في الدرج اللي في كوميدينو، عشان السي في بتاعي. مش ممكن يا علاء، ده علاء كمان خارج معاهم. يا ستي قولي لي فين مفتاح اكسر الخزنه؟ انا ممكن اكسرها. خزنه ايه؟ الخزنه، الخزنه بتاعتنا، عشان السي في بتاعي هقدم على شغل بكره. هو انت مش شايفني بتكلم ولا انا بهرج مثلا؟ صح صح صح، سوري ما بتهرجيش، انا اسف انا اسف. سلمي لي على علاء. انت بتعمل ايه؟ هجيب ماتش برشلونه النهارده، اعتزال ميسي. ميسي؟ ميسي لعيب بحبه ما فيهاش حاجه. احنا كل يوم بنتفرج على برامج الطبيخ، واحنا اصلا بناكل تيك اواي. انا ممكن اطلب طلب؟ ايه؟ انا عايز اتطلق. لا لا لا، ده انا بهزر بهزر يا عبيطه. هو في راجل وانا عايز اتطلق؟ خلاص خلاص اهدي اهدي. بقول لك يا حبيبتي ما تيجي نروح للدكتور، يعني نعرض عليه الموضوع. انا خايف يخرج مره ما يرجعش تبقى مصيبه، يعني ازاي؟ اهدي اهدي، هو هيلم، انا بقيت اعرف وقته خلاص. ايوه هيلم هيلم. استغفر الله العظيم، اعف عنها يا رب. طب يا كوكو انا هدخل انام، تصبح على خير. تنام؟ تنام ازاي يعني؟ انام فيها ايه؟ انا عشان ما اقعدش استفزك اضايقك، كله لمصلحتك. يعني انا افضل اشتغل طول النهار ويطلع عيني وحياتك بالليل تيجي تستفزني وتخنقني وعايز تنام؟ اخص عليك اخص عليك، انت بتعايريني عشان انت بتشتغلي وانا لا؟ وبعدين بذمتك انا بخنقك ولا بناكل فيك ولا بزهقك؟ تلوي بوزك كمان؟ لا دي لا بقى، انا بلوي بوزي؟ يعني انا هقبل كل حاجه الا حكايه البوز دي. انا اللي بلوي بوزي؟ هم اللي بيطلع منك دوت ويلطش في وشي وفي الحيطان ومبهدلني وخانقني في حياتي، ده اسمه ايه؟ انا؟ ايوه انا. لا لا مش قادر اصدق والله العظيم، ثلاثه انا بقيت كتير ما ضحكتش من قلبي كده. لا انت ضحكتيني. حاجي كاكاو. انا عندي بوز. انت موهومه، انت اسمك الشارع كله بيقولوا عليكي كوكو بوز. اسمعي كلامي، اسال ده، انت مشهوره. كوكو مبوز كوكو مبوز. اهو قفش. ايه ده؟ ده بيطول، انت بتطوليه ليه؟ ده بيلف عليا. يا نهار اسود الفلاني، عم ابراهيم يا بواب الحق، كوكو بوز هتموتني بوزه.
بس قلبت دماغنا مش مش اللي هيعلي صوته والله ما واقف. انت هنا هنقلب ده وشكم مش هنبيع. انا دماغي توجعاني واحده واحده. انت فرن المعلم حنفي. هات استنى يا رغاي انت عايز ايه؟ 10 ترغيف ليه معاك معايا؟ هم 3 ترغيف بالسلامه. ليه 10؟ مع السلامة. هات يا حبيبي. الله يخليك يا اخويا. لا امسك فيها واحد. اقول لك هات هات ما تحمدش ربنا. تعال هنا تعال هنا هات الرغيف. ما تجيش تشتري من عندنا تاني. استنى انت شوية. بجنيه بجنيه؟ قاعد انت ومين في البيت؟ انا ومرات وابني. انت ومراتك وابنك؟ امسك اتنين انت ومراتك. استنى ياض خد النص لابنك. يلا بالسلامة. بس استناني انت شوية. 5 ترغيف يا معلم لو سمحت. 5 ترغيف ليه؟ انا والوليه وعيلين وامي. امك قاعده معاك؟ ايوه امك معايا. طب ما ينفعش تاخد لها ايه؟ المعلم ده ايه ده؟ انا عايز افهم ده اللقمه ده ولا ارضيه؟ هو عيش هتاخده ولا مش هتاخد؟ هو كده امسك ادي العيلين. ايوه وانت والوليه وامك ست كبيره ده يلبك في معدتك. انا ازاي ما هي زي بني ادم هتاكله زينا؟ ان شاء الله عنها ما طفح وانا مش بايع لك. عايز حاجه ثانيه؟ طب خلاص هاخدهم يا معلم هاخدهم. والله العظيم ما انت واخدهم. الله يخرب بيوتكم. الله يخرب بيوتكم. احنا بنطفحكم. يلا ده انت شعب النهاردة سيك يا ولية. يلا تكل على الله. انا مش هبيع. شطبنا ايه في الهد النهاردة. يلا بالسلامة. بكرة بكرة العيش ناشف. العيش ناشف. يلا يلا رجل تقومنا ايه في الهد الفرن. صباح الخير يا معلم حنفي. صباح الخير يا معلم حنفي. انت كنت فين الصبح؟ انت جاي متاخر الصبح وساب المعلم حنفي بقوته في السوق ابيع عيش لعامه الشعب. انت جننت يا صبحي. سامحني يا معلم اصل وانا جاي التوك توك اتقلب وقعت على ركبتي اتجلطت. ايه اللي حصل؟ وقعت على ركبتي اتجلطت. انت شكلك كذاب. شكلك كذاب ومرتبك. انت عامل حاجه؟ لا يا معلم انت عامل حاجه. مش عامل لا حاجة. لا وايه الخرفشه دي؟ ايه في صوت خرفشه؟ مفيش يا معلم ده كيس. كيس؟ انت جاي تخوفني في الفرن بتاعي يا صبحي. ايه اللي في الكيس يا صبحي؟ مفيش حاجة يا معلم. لا انت مضطرب. لا مفيش حاجة. انت مضطرب. يعني ايه يا معلم؟ لا في بلوى في الكيس ده. لا 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 اوعى تكون جايب لي تعبان ولا حاجة. مفيش حاجة يا معلم. طب ما تشوف. ده كيس فيه اشياء. فيه اشياء؟ وريني. مد ايدك وريني وطلع. اهو. يا نهار ابوك اسود. عيش فينو يا صبحي؟ عيش فينو؟ وجاي لي بيه في الفرن البلدي بتاعي؟ قصدك ايه؟ قصدك تقول لي ان انا بلدي؟ انا بلدي بحب البلدي. وريني فيك ايه تاني؟ وريني. يخرب بيتك. جبنا نستو يا صبحي. جبنا نستو يا معفنين. وعيش فينو؟ اوعى تاكل لك في السياسه من ورايا. لا سياسه يا معلم انت مكبر الموضوع قوي. ده واحد صاحبي جابهم لي عشان افطر بيهم. انت شكلك كذاب. لا وربنا شكلك كذاب. لا. لا صاحبك ما يعملش كده تاني يا صبحي. فهمت؟ حاضر يا معلم. يمين بالله الحاجه دي لو اتكررت تاني يا صبحي لا هطردك ومش هتاكل عندي عيش ثانيه في الفرن. وغير كده وكده بقى ايه؟ هتشوف اسوه المعلم حنفي. اسوه ايه؟ المعلم حنفي. ايوه حنفي. تمام معلمة. يا حب الحب يا حب الحب يا كيداهو خليتي قلبي عجينه. تقولي حنفي يجي كده حنفنفي يجي كده. اشغلك ايه؟ اشغلك الحب الحقيقي ما بينتهيش. الحب الحقيقي يا حب الحب. يا بكاش البكاشين يا كيداهو. مالك يا حبيبتي في ايه؟ ولا حبيبتك. ايوه حبيبتي. حبك برصي حنفي. قوم يا اخويا اقف وانت بتكلمني. لا انا بحب اقعد على الكنبه براحتي. اسم الله. في ايه يا كيداهو؟ تعالي بس ارتاحي. تعالي داخله النار شريتك ليه كده؟ ما نفشوش ليا خويه. بسم الله ما شاء الله ما شاء الله. صدق بالله وحشتيني وحشتيني بجد باخلاص. وحشتيني؟ ايه وحشتيني دي؟ اما بشوفك بطاري بالشين بتضرب مني. بحبك يا كيداهو. مالك فيكي ايه؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ حنفي الحبتين دول ما تعملهمش عليا يا اخويا، ما اطلبتش معايا، ومبروم على مبروم ايه؟ ما يقفلش. لا يا عينيا، ما يرلش، ده انا كيداهم ورحمة اللي جابوا ابويا وامي يا حنفي، لو خرجت من البيت تاني من غير ما تستأذني، لفرج عليك اهل الحارة كلهم، وما هدخلك البيت ده تاني، وانت عارف بقى كيداهم واسود كيداهم. هو ده اللي معصبك؟ لا انا استأذنت. كتبت لك ورقه وسبتها لك على الكومودينو. انت اللي ما قريتيهاش. اهدي كده. في حاجه تاني معصباكي وقلقاني بصراحه؟ بصراحه بقى معصبني
في الجوزين اللي فاتوا اتجوزت عليا مرتين، ويا عالم هتتجوز عليا مين تاني؟ لا لا، جوزين اللي فاتوا ايه وجواز ايه تاني؟ خلاص توبنا الى الله. دي كانت نسوان كده يعني تحس انها مراهقه. تقلك بقى يا دام، خلاص كل دول كانوا ناس زواج. انت واصل والله، انت الاصل يا ابيض. اهدي بقى كده، مفيش كلمه حلوه كده تطر عليا نار الفرن قبل ما تمشي. في عينيا، في نور عينيا، كبه وكبه ومليون كبه. الهي اشوفك يوم يجي لك ويحط عليك يا حنفي. يا رب يا بابا عايزه تموت تيجي تلم عليك اللمه. يلا ينتقم منك يا شيخ. علمها يا معلم، يا معلم، يا معلم، يا معلم، يا معلم. ايه يا زفت دي؟ ايه معلم؟ في واحده بره بتقول اسمها جينيفر لويس. مين يا قد؟ جينيفر لويس. لويس الله يخرب بيتك، جينيفر لويس. جينيفر هي دي يا معلم. هي اللي في العربيه. ايوه يا معلم. شوف ربك الكريم عايز يفرحني بعد الهم اللي كنت فيه. جينيفر، جينيفر، جينيفر. ايوه ايوه، الله يفرحك يا هديك 15 رغيف تروح بيه. الله عليك يا معلم. يا اهلا يا اهلا. الروائح بتقول هي جينيفر، جينيفر، جينيفر. يا اهلا يا اهلا يا اهلا. الفرن والحاره والمدنيه كلها نورت. اصيله، من يوم ما عرفتك وانا قلت ان انت بنت اصيله. لسه فاكراني؟ لسه فاكراني؟ فاكره المعلم حنفي؟ ايه الحلاوه دي؟ ايه ده؟ دخلتك بالعربيه نسيتني كل حاجه. انت هات. ايوه معلم. احرق العيش واقفل الفرن خلاص. ولا فرن ولا عجين ولا عيش، خلينا في المهلبيه. يا مهلبيه، يا مهلبيه. ألف رحمة ونور تنزل عليك يا معلم إبراهيم. يشهد ربنا إن أنا كحنفي عمري ما نسيتك يا جينيفر، عمري. أي نعم اتجوزت كيداهم بعد ما سبتيني، بس أنت سبتيني وأنا راجل ليا كرامة وعزة نفس اتجوزتها، برضه ما نسيتكيش يا جينيفر. واتجوزت التانية والتالتة، إن أنساكي مش عارفة أنساكي. ده أنا من أول يوم أنت عملتيلي إيه؟ سحرتيلي. انت سحرتيلي. لقيت نفسي في فرن بلد قلت السله. اشتغلت في الفينو وفي الباتون ساليه وفي ابو عجوه الحلو دوت، برضه ما نسيتكيش يا جينيفر. بشوفك في كل الاوقات، برمي العجينه في الفرن عشان العيش يقب. انت عارف احنا بنبططه كده ونحط دقيق وبتاع وبنرمي العيش يقب، بشوف وشك في القبه. اعمل ايه؟ انت عملتيلي عمل وربنا عملتيلي عمل، بس انا عاتب عليكي. هنفضل لحد امتى تخبطي مشوار من امريكا للشرابيه عشان نتقابل؟ وبنتقابل يا عيني يا فزقاء يا فحاره زي اللي بيبيع بانجو لمؤاخذه. فانا رايي كمعلم هنفي يعني ان احنا نتوكل على الله ونكتب الكتاب. قلتي ايه يا جينيفر؟ الف رحمه ونور تنزل عليك يا معلم ابراهيم. طبعا مش في الحل غير في التلفزيون والحش. ابوكوا نايم ساعة بعد الظهر، انزلوا الفرن هاو على عيش. ده الرزق اللي بتدفعوا منه. مش فالحين غير ماشي مع الشباب. حضرتك ماشية مع سعيد وانت مع اسماعيل. لا ده هيتجوزك ولا ده هيتجوزك، ونهايتها هتفضحوني. امكوا فين؟ في المطبخ يا بابا، هي عندك. تهب بايه؟ بتقطع مواسير بالسطور. السطور كبير؟ شوفه بنفسك. مع الخير يا ست الستات. يسعد مساك يا عيون كيداهم. ايوه كده ما شاء الله ما شاء الله. قمر واقف في المطبخ. تعيش لي يا راجلي يا حياتي. بقول لك ايه كده؟ سيب السطور ده عشان عايزك في كلمتين مهمين. خير؟ خير ان شاء الله. لا في حاجه، طالما قلت لي سيب السطور يبقى في حاجه يا حنفي. اللي حصل؟ مفيش حاجه كده. انت قلبتي فجاه كده ليه؟ انا بصراحه عايز اتكلم معاك في موضوع هيحدد مستقبل الأسرة دي. مستقبل الإيه؟ الأسرة. أسرة إيه؟ أسرة إيه يا أبو أسرة اللي أنت بتتكلم عليها ها؟ تعالى لي هنا. أسرة إيه؟ أنت عامل مصيبة ومحطيها عليا يا حنفي ولا إيه؟ يا وليه بنات؟ هتصدق؟ يا ولي... اتكلم يا وليه؟ فهمني يا وليه بتهزقيني قدام بناتك؟ عيب كده؟ أنا ما حدش لعب في دماغي. أنا اللعب كله في قلبي. قلبك؟ قلبي. سلامة قلبك. أنا عايز أقول لكم موضوع يستحسن تسمعوه مني قبل ما تسمعوه على قناة الإف إم. نجوم اف ام؟ ليه يا حنفي؟ نويت ان شاء الله تغني يا حنفي ولا ايه؟ اغني ليه؟ وانا معلم عرة؟ ده انا قد الدنيا في السوق. يلا بقى زي ما ترسي. انا بصراحة هتجوز. يا لهوتي! يا بصوتي! يا لهوتي! يا لهوتي! حسرة قلبي! ابوك هيتجوز عليا يا بنات! تتجوز يا حنفي؟
وما كفانيش وهتجوز على ماما تاني. كمان بتقول اكيد يا اخويا هتتجوز واحده قطعت لي ايديك يا حنفي. قطعت عليه شايفاني ماشي بعرق في الشقه؟ ده انا سيد المعلمين اوليا. انا هتجوز ست الستات جينيفر لوبيز. يا لهوتي يا حنفي. إيه؟ وكمان هتتجوز عليا لعيب كره يا حنفي. يا بت... لعيب لعيب كره يا حنفي. يا ولاد بتضربيني بالركبه قدام بنات. شوف اياب سودا مني يا حنفي. ها يا وليا يا وليا يا جهله يا جهله على الساعه يا وليا يا جهله. جينيفر لوبيز لعيب كره ايه؟ دي ست الستات مطربه عالميه الشباب كله في العالم بيعمل عليها كده وهي اختارتني انا. اختارتك انت؟ ده انا اللي هجيب اجلك النهارده. شيختني ايه حنفي؟ إيه؟ لمها يا حنفي. مش هلمها. خلي اليوم يعدي على خير ان شاء الله. عنه ما عدى. اغزى عليك يا حنفي اغزى عليك. تسيب كيداهم ام بناتك الحلوين المقطعتين دول عشان المطربه المشهوره بتاعتك دي؟ انا اسيب ام عشان جينيفر لوبيز؟ ده انت يومك النهارده اسود. ده انا هخليكم تصوتوا عليه النهارده. صوتي بقى وكده كده يا حنفي؟ ايوه كده. كده برضو؟ ايوه كده. خلي عندي كرامة اطلب الطلاق بقى. ايه ده؟ الله يسامحك يا حنفي. ان شاء الله يسامحك قوري. الله يتقف منك زي ما انت حرقت قلبي النهارده. اشوف فيك يوم شيختني ليه لقيت الكهرباء في الطرقه ونخلص منك. بابا انت بتهزر ولا ايه؟ ليه بهزر؟ ليه شايفاني بشقلب على السفره؟ انا هتجوز الست جينيفر لوبيز. هي عندها حفله هنا وقررنا نكتب الكتاب قبل ما تطلع على المطار. بابا انت عيان؟ وبعدين هتشوفها فين جينيفر لوبيز دي عشان تتجوزها؟ اسمها جينيفر لوبيز؟ الله يخرب بيت فلوس اللي ضاعت عليكم في التعليم عشان تعرفوا تتكلموا انجليزي. اسمها جينيفر لوبيز؟ اسمها جينيفر. جينيفر يا جهله يا بنت الجهله. وده حصل امتى ده؟ في صيف 92 كان يوم تلات في شارع خالد ابن الوليد في سيدي بشر. كنت رايح اجر مايوه بوتوكا ده عشان كنت عايز انزل البحر مع اصحابي. كنت لسه صاب صغير وشغال عند المعلم سيد قدره. بتضحكوا ليه؟ الله وابوكوا اتجنن ولا ايه؟ لا بعد الشر يا بابا. والنبي يا بنت التوايه السفاله دي ازاي انا اتكلم وانتوا واقفين تنمروني وتوششوا بعض؟ تعالي هنا تعالي هنا انباري 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 ارجعي. تعالي هنا تعالي هنا بنت تعالي هنا انباري انباري ارجعي. المهم والست جينيفر كانت جايه تعمل حفله في اسكندريه وجات الفرن تشتري عيش زي ما خلق ربنا وشافت العبد لله. كانت الهيئه غير الهيئه. شوف انا جميل جمال غريب دلوقتي؟ الاول كنت احلى قمر قمر. بصت في عينيا كده وبدات قصه الحب. هتتجوزوا امتى بقى؟ ان شاء الله هنتجوز. حبينا بعض حب عظيم حب ما حبهوش سيد لسيده ولا عنتر لسيده ولا روميو لسيده. وقررنا ان شاء الله نتجوز. انا مش مستريح لكم. لا انتوا بتتريقوا عليا. تعبت بقول لك تعالي تعبت تعالي هنا بقول لك تعالي انباري انباري ارجعي. تعالي تعالي بقول لك انباري انباري ارجعوا. انا ان شاء الله هتفركش الاسره وهيتمكم وانا عايش. بس انتوا مش مصدقين صح؟ طيب مش بتعرفوا تسمعوا راديو؟ عندكم راديو؟ عندنا يا بابا. انت اللي جايبه. انتوا بتكلموني وانتوا بتضحكوا ليه؟ وانا اتجننت؟ انا هثبت لكم. استنى اهي قناه الاف ام. النهارده يا جماعه عرفنا خبر الموسم. المعلم حنفي الفران من الشرابيه رفع راس رجاله بلدنا كلهم وهيعقد قرانه على مين؟ على جينيفر لوبيز. الله يخرب بيت الاكسنت بتاع الدوله اللي باظ. اسمها جينيفر لوبيز يا بهيم انت كمان؟ اسمها ست جينيفر. جينيفر انا اسف يا معلم حنفي. انتوا مصدقين يا جماعه جينيفر لوبيز هتتجوز المعلم حنفي الفران؟ وعلى فكره الخبر ده حقيقي مش اشاعه والمعلم حنفي لسه مأكد الخبر بنفسه. ومعانا اتصال من مودي صديق البرنامج. انا بتصل عشان ابارك للمعلم حنفي الفران واقول له دي ضربه معلم وخطوه مؤثره نحو فتح اسواق مخابز بلدي في الخارج. يلا غوروا في داهيه قبل ما امكم كمان يغمى عليها واخلص منها. هتجوز يعني هتجوز ان شاء الله على انقاض الاسره دي. يلا يا انت النهارده يا حنفي. يلا يا انت النهارده يا حنفي. هو قتلتهم يا حنفي؟ انت فين؟ انا اهو. انت هنا يا اخويا. يلا يا حنفي يلا يا حنفي. لايمها يا حنفي. مش هلايمها. عديها النهارده يا حنفي بدل ما اجيب اجلك. مش هعديها وهتجوز جينيفر. بص يا حبيبي انا مش هقتلك ولا هذبحك ولا هخلعك. امال ايه حنفي؟ ايه عشان خاطري نبتدي انا وانت صفحه جديده النهارده. صفحه جديده ايه؟ انا فاضل لي ثلاث صفحات في حياتي عايز اقضيهم مع جينيفر. جينيفر
يا حنفي. ايه؟ يا حنفي عديها يا حنفي. وربنا ما يعديها، هتعمل ايه يعني؟ بقول لك عديها يا حنفي. بحبها يا اخي، بحبها. صوتي. طب بص يا حنفي. ايه؟ انت عدل كده وانا هعدل لك الطاقيه يا عينيا. بص لي يا حنفي. اديني بصيت لك يا وليه، انا باصص فين؟ انا بكلمك كده. ما انا باصص لك. لكم شعب السالي بالسالي. عيط، هقهرك وهتجوزها. يا حبيبي. اتقهري. طب بص يا حبيبي. ايه؟ بص يا حبيبي. إيه؟ انا قلت لك هبتدي معاك صفحه جديده. هكتب لك العشر فدادين اللي حيلتي. هعمل بيهم ايه؟ هجري فيهم وانا فلاح؟ انا بحبش نفر، بحبها. يا حنفي ما تقولش الكلام ده قدامي. هقوله. يا واد هعجنك. يا واد ارفعي ايدك، تعمل ارفعي ايدك. اقعدي بقى. اقعدي. اقعدي بقى. اقعدي. طب بص يا حنفي. يا كل شويه بص بص وانا بص فين؟ انا بص اصلي. عايزه ايه؟ عايزه ايه يا مجنونه يا بنت المجانين؟ هتجوزها. اتجنني. انت لسه شفت حاجه؟ انا عايز اشوف. بص بقى الحكايه. بص دي يا بنت المجنونه، يا امكم اتجننت. ام حوش عني يا ولد الكلب. طب ارفع ايدك عشان انت اللي ترفعي. ارفع. اقعدي بقى. اقعدي بقى. طلقتي. يخرب بيتك. طب بص بص برضه الحكايه. بص دي وانا اعمى وليه؟ انا شايفك. عايزه ايه؟ عايزه ايه؟ هتجوزها وهقهرك. انت بقى. بص بقى. ايه؟ انت النهارده هتجيب اجلك يا حنفي. حد يخلص حد في الخناقه دي، اتفولت قوي. يخرب بيتك. Please welcome a beautiful and versatile entertainer and actress, Jennifer Lopez. In the multiple Oscar-nominated film Crash, many strong and opposing feelings are brought to the surface. Prejudice and tolerance, forgiveness and resentment, sin and redemption. In the opening scene, we are told that people feel so isolated these days. The thought is echoed in the dark and reflective song from Crash called In the Deep. With music by Michael Becker, the nominated song In the Deep will be performed tonight by the woman who also wrote the lyrics, as well as the music, Kathleen Bird York. يا نهار اسود، كيداهم وربنا كيداهم. مهما تتنكري جنابك المدلدلة كشفتك خلاص. يا ترى هتعمل فيها ايه؟ The thought is echoed in the dark and reflective song from Crash called In the Deep. With music by Michael Becker. لا انا كده باذي اللي بحبه. انا هنسحب من الحب ده، ما اقدرش اذيك يا جنيفر، ما اقدرش. انا حاسس ان انا قاعد في حته غلط. ايه ده؟ انت مجنونه ولا ايه؟ ما كرسي فاضي قدامك، ايه اللي قاعدك مكاني؟ ايه القرف ده؟ ما تخافيش يا حلوه، انا قلبي حنين، هموتك بالراحه. حته حته هقطعك يا شيخ. صحيح ذبحوا المعلم؟ صحيح ذبحوك يا معلم؟ ذبحوني ايه يا ابن العام؟ ما انا رقبتي في جسمي قدامك. خلينا نشوف البلوه دي بقى. اوعك هيداهم. اهدي واستهدي بالله، ايه اللي جرالك؟ اوعي تمسيها بالسكينه اللي خلي ليلتك زي الزفت. انت اتجننت يا ام العيال. اتجننت دي كلمه قليله من اللي شفته منك يا حنفي. ده انا قلبي ده شايل ومعبي منك بلاوي. ده انا فوتت لك كتير، جوازه واتنين، واقول يا بنت عدي عشان المركب تمشي، لكن انت ما بتتهدش، ما بتهمتش ولا ولا ايه؟ جرالك ايه؟ خلصت يا اخويا على نسوان المحل ورايح تلقط لي من بره بقالش نفر قال؟ ايه ما قطعتك يا بنت اللذينه انت؟ بصراحه يا كدام انا ليا حق، انت السبب. انا بصراحه مقهور في بيتي، مش حاسس ان انا راجل في بيتي، انا حاسس ان انا راجل في الفرن بس. انا عامل ازاي في الفرن يا ار؟ اسد يا معلم. اما بدخل على الرغيفه بتعمل ايه يا ار؟ بتنط في الاكياس يا معلم. مين اللي بيلسع الزبان بالقفان يا ار؟ ايدك الحلوه دي يا معلم. اسلوبك الوحش يا كيداهم هو اللي خلاني ابص للمستوى الرخيص زي جنيفر وامثالها. اهدي بقى، اهدي وعقالي. انت عندي احلى من جنيفر وارق من جنيفر واطعم من جنيفر. صح يا ار؟ بصراحه لا يا معلم. يا صح يا معلم، صح. شفت الكلام الحلو؟ ما أثرش فيك بذمتك؟ لا أثر فيا يا حنفنة، أول مرة أسمع منك الكلام الحلو ده يا حياتي. عشان شفت دموع الحب في عينيك يا كوكو. بس
اصل ما عيطتش يا حانف. امال مدمع ليه؟ اصل نور اللمبه ضرب في عينيا يا عينيا. الف سلامه عليك وعلى عيونك يا حلوه. تعيش لي يا حنفنا. تعالي تعالي يا كيداهم نرجع الشنه جميله كيداهم ونقعد في فرننا. يا حياتي يلا حطي لي في حمايتين زي زمان وولعيهم ونتفرج على افلام رعب. وايه كمان يا حنفنا؟ وكل السعاده عوضك عن كل الايام السوداء اللي وريتها لي يا حبيبي يا حنفنا. ده انت اللي حبيبتي يا حضره الضابط. المتهمة يا حضرة الظابط اهي كانت عايزة تقتل خطيبتي الانسة جينيفر لوبيز. جينيفر لوبيز؟ حضرتك مين ان شاء الله؟ الباتشينو؟ لا مش للدرجة دي، مش للمستوى ده، انا المعلم حنفي برضه. اتفضل القضية كاملة بالسلامة يا حنفي. كده يا حنفي كده تسلمني للظابط يا حنفي. يلا مجنونة. بتقول ايه؟ ولا يلا مجنونة. يلا يا هبلة خدوها. بالسلامة بالسلامة حضرة الظابط. انا لازم اجي اخدم العداله للاخر، انا بحب اخدم العداله والحكومه. انا عايز ابلغ على الواد دوت بيبيع خرشوفه باشا وكل خرشوف. الناس عارفه كل الناس كمان تبيع خرشوف. والله بيبيع خرشوف يا حبيبي. بتبيعني عشان كنتلو في يلا يا يلا يا من هنا. سيبونا بقى غرف ده، خلونا نعيش مع القمر دي. احنا اسفين للي حصل. معلش وليه مجنونه؟ معلش بس هعوضك يا جميل. اوعى سواق تطلع تحتيك نعمه او النبي نعمه. يا ماما يا ماما مش وقته مش وقته. انا وصلت. ايوه انا قدام المحكمه. طب استنيني شويه. خد البت دي يا عم. انت بنتك ولا بنتها لو سمحت يا حبيبي؟ ايه ده ايه ده؟ رجلي رجلك ايه؟ انا مالي، ما انا عايز انزل عند شغل. اتفضلي لو سمحت وسعي شويه. رجلي رجلك ايه؟ مش مقطوعه واحده ركبها بتقول ده؟ ايه القرف ده؟ اوعي رجلك. استغفر الله العظيم يا رب. زقيني يا بنت زقيني زقيني يا بنت صغيره زقيني. انت متاكد ان المحامي اللي انت جايبه لي ده هيكسب لي القضيه؟ عيب عليك، ده انت اختي. ده انا جايب لك محامي عقر عمره ما خسر قضيه قبل كده، وهيخلي طليق ده يلف حوالين نفسه. ده احسن محامي على مستوى شارعنا، ويبقى يوريني بقى هيشوف ضافر بنته ازاي. وقسما عظما انا لا اهو الاستاذ وصل اهو. صباح الخير يا جماعه، انا اسف اتاخرت، عندي مشغوليات معلش. ايوه ماما. يا ماما عيش ايه وفرني ايه؟ عيب كده يا ماما؟ انا في المحكمه ما تعطلنيش. حاضر حاضر، مع السلامه مع السلامه. معلش معلش، هي قضية الخلع ها؟ طبعا ان شاء الله ما تقلقيش يا مدام، وانت هخلعك وهجيب لك اعدام. مش اخلعك بس يا استاذ. تخلعني ايه؟ ده انا اخوها. اخوها؟ امال هتتخلع من مين؟ من جوزها. فين هو؟ جوه ها؟ اه طبعا. طب مش هو شايل المخدرات فين؟ شايل يا استاذ دي قضية خلع. يلا 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 يا استاذ اتفضل معايا. ده هو حظه نحس، شكله فقري لان انا مخنوق النهارده من التوك توك ومن امي. ايه ده؟ مين ده؟ يتقابل فوق يا مدام. مين الراجل ده تعرفوه؟ ده جوزها يا استاذ. جوز مين؟ جوز اختي. يا نهار ازرق، انت مصحيني من 7 الصبح عشان اجي اخلع مقابل الاهبل ده؟ ده يومه اسود هو واهله، احبسه هو واهله. لو سمحت يا مدام لبسيني الروب، انا هدخل له داخله في المحكمه يومه اسود. اتفضل لو سمحت ساعديني. عنك يا استاذ. اتفضل. ده لا بالشرطي، ده القاضي اول ما اشوفه هيحبسه مش هيخلعه. بس المهم حضرتوا لي الاتعاب؟ طبعا. جهزوها جهزوها. يا سيادة القاضي، إن هذه الأم الوحيدة الغلبانة الكثيرة النمرودة. نمرودة إيه يا أستاذ؟ لا يا فندم، أقصد البنت الصغيرة المقروضة. البنت الصغيرة المقروضة دي يا فندم من حقها إنها تكبر وتترعرع بين أمها وأبوها، هذا الأب العظيم الأب الحنون اللي كله تواضع. كان ممكن عنده 100 بدلة يا فندم، لكن جه المحكمة بالشرط عشان يراعي شعور الفقراء. أنا بطلب من عدالة المحكمة ومن هذا الأب العظيم اللي مش موجود في الدنيا إن البنت دي تطلع في حضن أمها الحنونة المجنونة. يا سيادة القاضي، أنا مختلف مع الأم دي كتير، لكن في النهاية يا فندم هي أم. أنا بقول إيه؟ ما هي أم يا أقول راجل يعني. سيادة القاضي، أنا بطلب من حضرتك توقع أقصى العقوبة على هذه الأم، هذه الأم المستهترة. تخيل يا فندم إنها بتنزل بالليل وتسيب البنت الصغيرة وتسهر لحد ما النهار يشقشق والبنت لوحدها. أنت بتقول إيه يا أستاذ؟ بنت إيه اللي بتسهر لوش الصبح؟ بقول لك إيه؟ أبو البنت دي أنا عارفه وحكمت عليه في 7 قضايا زي دي قبل كده، وعارف كل ألاعيبه، يتجوز ستات محترمين وبعد كام شهر يطلقهم. يعني
معنى كلام حضرتك يا فندم ان انا هكسب القضيه؟ هرجوك يا فندم عشان مستقبلي، انا عايز اخسر القضيه دي. اديك شايف يا فندم يعني ده وجه ابلي كله. ايوه اسكت بدل ما احبسك. حاضر. حكمت المحكمه برفض الدعوه المقدمه من السيد حسام الدين صبحي لحضانه ابنته ومطالبه المدعى عليه بالمصاريف والاتعاب. رفعت الجلسه. الله اكبر الله اكبر، الله عليك يا استاذ، الله اكبر. مش فاهم ايه اللي خلاني كسبت القضيه الزفت دي. خد بنيسر. ايوه انت تعالى ما تستهبلش. تعالى عايز ايه يا ده انت بقى؟ انا تخسرني القضيه؟ ده انا ورايا رجاله تبهدلك. اوعى تكون فاكر الجلاليب دي هتنفعك. لا ده هيبهدلوك. كريم. مين كريم؟ هجوم. بص يا شباب، احنا عايزين نتفق. البنيات كده، الافيان كده، مش كله يضرب نفس الضربه عشان اضربوا يا رجاله. اديله يا حد منكي. اضربه اديله يا كريم. انا بحذر في حد منكي. اهدي بايدك يا كريم. انا بقول لكم بحذر في اي حد مني. ايوه انا حاسس بتغيرات في وشي. انا عايز اقول لك كلمه واحده بس. ايه تعالى اطلبي شاي يا محمود، اطلبي شاي لو عندك حد تعرفه هنا. لا كلها بنيه واحده. انا هخلي رجالتي يقطعوه. اضربه يا كريم. الشاي بلدينا اللي طلبتها. انت لسه فاكر؟ والله انت راجل ابن حلال. والشنطه كمان حبيبي. معلش انا كان عندي مصلحه فوق. انت عارف بقى المحاماه شغلانه فظيعه، شويه تحت وشويه فوق. توك توك. ايه ناقصه رقم مجهول واستظراف. الو. الو. ايوه مين؟ مش مهم تعرف انا مين، المهم تنفذ كل اللي حولك عليه بالحرف الواحد. لا بقول لك ايه، وحيات ابوك انا شايف المر ومخنوق. لو شفت شكلي يعني هتفهم، مش ناقصه لطافه. اخلص. على فكره انا ما بهزرش معاك، كلمه زياده انا ممكن ادمرك. دمر مين يا دي تافه انت؟ من صفك نصف كمان، انت محامي ناجح ونعرف عنك كل حاجه. اعرف عنك اللي انت عمرك ما تتخيل ان حد يعرفه عنك. يا سلام، ده كلام عام. اللي يثبت لي ان الكلام بتاعك ده مش حوانطه. النهاردة الصبح. ايه اللي حاصل النهاردة الصبح؟ كان عندك امساك، اضطريت انك تاخد ملين. اضطريت اخد ايه؟ ملين. ملين. مساء الخير يا دكتور ناجي. لو سمحت مش عايز هزار واستظراف دلوقتي. باي باي. لا يا حبيبي، انا مش الدكتور ناجي بتاع الصيدلية. تفتكر الدكتور ناجي هيعرف كمان انك رفضت تسلك بلاعة التواليت قبل ما تنزل؟ بلاعة التواليت؟ لا ده الموضوع كبير قوي. حضرتك بتراقبني ولا ايه يا فندم؟ مش براقبك بس، انا وراك خطوه بخطوه زي ضلك. انت النهارده الصبح ما لقيتش صابونه في الحوض واتشطفت بصابونه الموضوع. ايوه ايوه وكانت زفره. لا يا فندم، حضرتك من انهي جهاز؟ انا خدام، انا تحت امرك، انا ما عملتش اي حاجه. انا اسف توترت قوي قوي، ممكن السواق يقلبنا بالعربيه. بالعربيه ايه؟ ما انت اكيد عارف ان انا راكب توك توك. هكذب عليك ازاي؟ امرني، انا تحت امرك، انا خدامك. اسمع اللي هقول لك عليه. اكتب عنك. هات 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 يلا هات يلا. اتفضل يا فندم. اكتب ايه يا فندم؟ 14 شارع الفواكه. 14 شارع ده بيت حضرتك؟ حضرتك محتاج خضار للبيت، اعمل اي حاجه. العنوان ده تقفل معايا وتروحوا على طول وما تتحركش من هناك لحد ما اكلمك. حاضر. بس يعني لو تكرمت اديني نص ساعه اتغدى مع ماما في البيت وهاجي لسعادتك. لا في حد بيتهدد، بيقطع التهديد وروح اتغدى. صدق صح، انا اسف. عندك، انا تحت امر حضرتك يا فندم. بس فعلا انت متاكد من موضوع البلاعه والحاجات؟ فضل. اوكي تحت امرك. باي 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 باي. انا كان مال انا ومال التفاهه دي؟ يخرب بيت المجهول وسنين المجهول. امر يا فندم، انا منتظر تعليمات سعادتك. اسمعني وركز معايا. انا مركز بنسبه 100% حضرتك. امر. شايف محل الكوافير اللي قدامك ده؟ شايفه ايه سعادتك؟ ده انا واقف على باب. ادخل جوه الكوافير. ادخل. حاضر ادخل. حاضر. يا نعمت يا نعمت، ما تسكتيش. يوه هتفتح الخط.
ايوه 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 فندم ايوه انا جوه الكوافير بالفعل. اسال عن مين؟ نجوى باديكير؟ انت حضرتك بتستظرف معايا. حاضر حاضر لو سمحتي مدام نجوى باديكير فين؟ معرفش. تأسفين. ايوه يا بيه ايوه حاضر اوصل لها لو تكرمت يا ست لو تكرمت. حاضر حاضر وعامل لي فيها سسبنس وعمال راعبني على التليفون. باديكير ايه وما نشوف اخرت يا اخوانا فين نجوى باديكير؟ يا نجوى ايه مين؟ ما تقولي ان انت هنا ما تقول اهلا. اه تمام الهدف تمام يا فندم. ايوه فندم الهدف ورايا. اه قول لها المبرد اللي معاها ده مش بتاعها فهمها انها خدت بتاع مدام بيسا. المبرد اللي معاكي مش بتاعك بتاع بيسا؟ انت حضرتك بتتكلم بجد؟ طب خلاص اه سين سين ده سين اوكي كده فهمت اوكي حاضر مع السلامه. اظن مش من الذوق ان الناس تصنف على بعض على فكره. مساء الخير يا نجوى. مؤاخذه يا مدام معلش. مساء النور. عندي ليكي كلام مهم قوي هقوله مره واحده. المبرد اللي معاكي مش بتاعك. مش بتاعي؟ امال بتاع مين؟ بتاع بيسا. ومين قالك يا اخويا؟ مش مسموح لي اقول معلومات اكتر من كده وخلي بالك من نفسك. طب قول لي مدام بيسا يا كلبة نجوى باديكير بتقول لك انها بطلت تلطش من سنه 88 88 عن اذنك. لا براحتك عادي براحتك عادي. يا نهار اسود انا راجل محامي اقعد القعده دي ولبان وشعر ونيله. يا رب يا رب والنبي اخرتها ايه استرها معايا. تصدق ان انت راجل تافه وحياه النعمه راجل تافه. لا 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 يا فندم بقول للواد بتاع توك توك كان هيدوس على ركبتي. هو انا استجرى يا باشا انا استجرى. قالت لي اه بلغتها الرساله قالت لي قول لبيسا يا كلبه نجوى باديكير بطلت تلطش من 88 بالتحديد. اه ممكن بقى تحن عليا وتسيبني اروح اكل لقمه وانام. لا مش هروح اكتب العناوين ديت. حاضر مش هروح مش هروح بس انا نفسي اعرف حاجه انت ازاي عارف عني كل اسراري كده؟ انت فاكر ان انا ما اعرفش انك بتخاف من الفراق؟ موت موت. شوف شكلك بقى هيبقى ايه وسط زمايلك لما يعرفوا الموضوع ده. بقول لك ايه اسمعني اعمل حسابك انك هتفضيلي نفسك اليوم كله لان هقول على كل الاسرار دي. فاهم ولا مش فاهم؟ فاهم فاهم. مين؟ السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. زعق شوية. السلام عليكم. عليكم السلام. عايز ايه؟ أنا اللي جاي أسأل على اللحمة والحتة الانتركوت. ايه؟ سمعني يا ابني مش سامعة. إلهي يخليك. نعم. إلهي يخليك اعدل لي السماعة لأحسن من السمعة. اعدل لك السماعة ليه؟ ما بحبش أحط إيدي في ودني حد. أنا مال أنا؟ معلش يا حبيبي أنا زي أمك برضه. طيب طب قربي شوية. أهو يا ابني. ليلة سودة سامعة كده؟ ها؟ كده تمام؟ ايوه كده. انت بتزعق ليه صورتني يا شيخ؟ معلش انا اسف. عايز ايه؟ بقول لك انا اللي جاي يسأل على اللحمة والحتة الانتركوت. اه هو انت كلمة السر ايه؟ اللحمة لسه ما تشوحتش. خليك مكانك. حاضر يا معلمة. خلي بالك عليها انا عداهم حته حته. حته حته ايه ونيله ايه؟ انا راجل محامي. انت مجنونه يا ستنتي ولا ايه؟ ليه وانا اول مره اشوف لحمه؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ تيجي تغير لي الانبوبه جوه اللحمه. ما بغيرش انبوبه لحد. اتجننتي انبوبه ايه ونيله ايه؟ ايه واد دي؟ يا سلام. طب روح هات لي خمس ترغيفه من الفرن اللي جنبينا. اقسم بالله احبسك وربنا احبسك. هاتي لي شويه ميه لو تكرمتي. بتقول حاجه؟ شخص لا ربنا يترشك اكتر واكتر. ايوه ايوه والله جبت كل الطلبات قدامي اهي. ايوه وادي البسطرمه ايوه شكل وجبنه الرومي ايوه موجوده والبتاع اللي بتسلك البلاعه مش عارف تعيزها ليه. اوكي حاضر. ايه حلاوه شعر؟ لا مش هجيب حلاوه شعر وربنا ما انا جايب حلاوه شعر. شكرا قوي الله يخليك. دي ليها كيس ولا خدها؟ خدها كده خدها كده. شكرا الله يخليك. سلام عليكم. قلتها لي كده الله يكرمك. قلتها لي كده ايوه شكرا. سلام عليكم. في
في حاجة يا فندم؟ اصل انا كنت عايز شراب، فببص للمنطقة بتاعت الشراب مش اكتر. وبعدين عادي بني ادم يعني، ما تحرجنيش كده. انا كنت عاوز شراب كولون شبك. افندم شبك في حاجه حضرتك؟ لا يا فندم اتفضل كمل. الله يخليك. وثلاثة كرسي اكس لارج. حضرتك بتبصي لي كده، هي اكيد مش ليا صح؟ اكيد مش ليا. ما انا بقول كده، انا محتاج كرسي ولا انا هلبس شراب بشبك؟ فارجوكي انا جاي اساسا متضايق ومخنوق وواقع في موضوع مش لازم احكيه لك. لا انا تحت امرك، ما تحرجنيش اكتر من كده يا عمي. حاضر حاضر، قلت لك اعمل لك كل اللي انت عايزه. عناية. حاضر، سيبني بس ارتاح ليله في بيتي، وبكره هودي لك البضاعه في المكان اللي انت عايزه. انا بقيت بخاف منك قوي على فكره. بس ما تنساش تشيل الجبنه في التلاجه. حاضر، هشيل الجبنه في التلاجه. تؤمر باي حاجه تاني؟ حاضر، قلت حاضر، ما بقيتش اقول غيرها. يا رب يا رب عطرني فيه، ده انا كنت هشرب من دمك. ايوه يا اخويا. حاضر 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 حاضر. ده انت كرهتني في عشتي. اوعى تكسر البيض. اوعى ايه؟ اوعى تكسر البيض. لا مش هكسر البيض، لا مش هكسر البيض. بس انت صوتك بيقطع ليه؟ ما تقوم كده ولا تتحرك في مكانك والله اقف. اها ايوه ايوه. سامع كده كويس؟ سامع سامع، وهنفذ لك كل اللي انت عايزه. بس سيبني بس نص ساعة، عشان الناس كلموني من المحل قالوا لي ان ارض امك في ناس سطوا عليها. يا لهوي. ليه؟ ليه؟ ليه تطلعي انت الراقه؟ اهلا اهلا. ليه ياما؟ الحمد لله على السلامه. ما تستفزنيش ما تستفزنيش. ايه الفشل ده يا حبيبي؟ مفيش دعوه. ليه عملت فيا المرمطه دي كلها؟ ليه انا اروح للبنت باديكير؟ ليه اللحمه ما اتشوحتش؟ وجبتي الحاجات دي منين اصلا؟ انت غيرتي صوتك ازاي؟ الموبايل الجميل ده اللي انت جايبهولي، احيانا انا بستعمله مرايه، بس فيه بروجرام هايل خالص بيخلي الصوت كده تخين وحلو. والنبي يعني اول ما تتعلمي البروجرام تتعلمي في ابنك يامه؟ حرام عليك. معلش يا حبيبي، نفسي اسمع بس حاجه واحده، انت عملتي فيا كده ليه؟ عشان انت اناني ما بتحبش الا نفسك، مش شايف حد في الدنيا الا انت وبس. أنا آسف يا أمي، أنا آسف. سامحيني سامحيني يا أمي، خلصيني من الحلقة دي. الله يخليك الله يخليك، خلصيني من الحلقة دي.
بيشوفوا سوا بالثانية عيني مسلسل الساعة السابعة عاشق 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 أنا ناسي الفيديو وبعت الدي في دي بعت الدي في دي بعت الدي في دي والراديو